أمال هلا رح نروح لفقرتنا تالية نور، ورح نحكي عن فن من الفنون العالمية والقديمة جدا وهو هندسة العمارة. طبعا معروف أنه هي خطوط ومقاييس وزوايا من خلال تصاميم معينة وخبرة طبعا وفكرة المصمم بيكتمل المشهد. لنحكي ضمن مساحتنا الصباحية اليوم رح نحكي عن اثنين أخوات من خلال طبعا الخطوط والمقاييس، إضافة للفن التشكيلي عملوا مشروع مختلف ومميز وكان له هوية خاصة فيه لضمن التصاميم الداخلية بالمنزل وهو كوزي هوم ومعناه البيت الدافئ. رح نرحب سوا بضيوفنا المهندس المعماري عماد الشريف والفنانة التشكيلية فرح الشريف أصحاب المشروع. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. أنتم اثنين أشقاء فرح وعماد، حضرتك دارس هندسة عمارة وأنت فن تشكيلي، يعني دمجتوا هيك هالخبرتين مع بعض وأطلقتوا مشروعكم الخاص. خلينا نحكي عن هيدا المشروع اليوم، شو أهميته، من وين إجت الفكرة، وعم نشوف كتير مشاريع تعنى بهي التفاصيل وجمالية البيت وهندسة البيت وديكور البيت، شو اللي بيميز مشروعكم اليوم؟ الأول الصراحة نحن بالعائلة الوالدة فنانة رندة تفاحة، فنانة تشكيلية، ففي عنا مثل ما بيقولوا حس فني بالعائلة. نوجه لها تحية أكيد إذا عم بتشوفنا من إلا يسعد صباحك. صباح النور. هلا أنا توجهت لهندسة العمارة، طلعت درست بالأردن، الحمد لله تركت انطباع مميز هناك بالجامعة. وأختي كمان عندها حس فني، إحنا عائلة بتحب الفن. حاولنا ندخل هذا الفن بلمسة بسيطة بأي بيت ممكن ندخل عليه بطريقة تناسب ستايل البيت، بنفس الوقت نحن يعني نمشي عكس التيار بطريقة بمثل هارموني مع باقي البيت يعني. فكان هذا المنطلق، يعني نحن نحول الهواية تبعنا للعمل يعني لمشروع. طيب فرح خلينا نحكي شوي، اليوم الفن التشكيلي لوحده هو فينا نقول بيقدر يطفي لمسات خاصة، المعماري كان بيدخل بتصميم البيت هو اللي بيمهد لهذا الشيء، ولكن انتم اليوم دمجتوا الاثنين سوا بخط واحد، بانه بقطعه واحده انا بشوف تصميم هندسي ولوحه فنيه. خلينا نحكي اكثر عن هاي التفاصيل. هلا نحن لما بدنا نعمل شيء لبيت او ينطلب منا شيء بنشوف، يعني بنفوت على البيت بنشوف، انا بشوف الالوان، بشوف كذا شو بيلبق، بشوف شو بيلبق، هو بيشوف شو بيلبق. نعمل زياره تماما، بنعمل زياره وبناخذ ممكن قطعه قماش من الفرش لحتى اشوف انا الالوان، هو ممكن ينظم ابعاد اللوحه فرضا اذا كانت لوحه فنيه ممكن نشوف ابعاد اللوحه، مكان اللوحه وين مناسب، مرات اللوحه اذا انحطت بمكان معين. من باب الهندسه، هي من باب الفن مع العماره مع بعض، يعني نكملوا بعض، نحاول نهندس الفن يعني. طيب عم نشوف بعض الاعمال لكم، خلينا واحنا عم نشوفها على الشاشه نحكي مثلا مثل هيك قطعه اشتغلتوها سوا ولا كل حدا لحال ولا دمجتوا افكاركم مع بعض، وكيف تاخذ منكم وقت وشغل؟ هلا اكيد تخصصي الريزن بياخذ كثير وقت وبده حمايه وبده كثير اشياء، في يعني بنتشارك انا وياه بهي القطعه، يعني راي مين الغالب، الانثى ام هلا بالفن؟ بالفن هي الانثى. هي الفنانه يعني بغض النظر. هلا انا دارسه بزنس بعيد عن كل شيء كمان، والهوايه هي حلو، معناته انت اللي ماسكه الامور الماديه بالمشروع. ايوه مو بس الامور الفنيه، الامور الماديه. انا مديره الاعمال والفنانه سوا. طيب خلينا نحكي عن هذا، وهذا الخط هو خط جديد بالعالم. تمام. يعني بلشنا نشوفه اللي هو جيومتريك. تماما، اللي هو بيعتمد على لوحه مفرغه بشكل هندسي. صح. ماتيريال خفيف ممكن ينحط باي شكل بس بيعطي فخامه، يعني اللي بيشوفه من بعيد بيقول ممكن هو حديد، ممكن هو نحاس، ممكن هو خشب، ممكن ينعمل من اكثر من ماتيريال حسب الشخص اللي بده اياه، شو بده اياه بقلب البيت. هلا هو معمول من خشب قدامنا، خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل هي القطع. هلا مثل ما حكينا انه هي لمسات بسيطه، يعني هذا الشيء دارج حاليا الجيومتريك لاينز، نحن بنحاول نواكب السوق، شو متطلبات العالم، شو بتحب. فينا نسحب هي من عندك كمان على كاميرتك، هي كاميرتك بس مشان يشوفوا انه في اشكال متعدده من نفس الشيء اللي عم نحكي عنه. هذا النمط اسمه سنجل لاين ارت، رسم خط واحد بنشكل شكل معين. خليها شوي بس، خليها شوي سمبل. هذا المودرن مينيماليست يعتبر، وبنفس الوقت معبر يعني. صحيح. هلا انا فيني اختار لوحه الي مثلا انتم تعملوها بهي الطريقه؟ طبعا. يعني هي ممكن يكون شخص موجود مو من الخيال مثلا. أكيد. أكيد. صحيح. هي شغل مين؟
شغل. لا بدناك تحكي فرح. خلينا نحكي عن هي اللوحه شو هي وكل قطعه قديش بتحسي بتاخذ منك وقت او من شخصيتك، قديش بتعطيها احساس، قديش هيك بتحسي هيك كل فنان خصوصا الفن التشكيلي بتلاقي هو فنان اكثر حساسيه من الاخر بيشوف بطريقه مختلفه. صح. هلا كل لوحه حسب قياسها قد ايه كذا بتاخذ مني وقت. يعني مثل هيك لوحه مثلا شو اجى ببالك على طلب الزبون ولا انت اشتغلتيها بطريقتك الخاصه؟ لا هي افكار، يعني كيف بتحطي بتبلشي بالريشه بتكمل معك اللوحه بتطلع بعدين بتاخذ منك وقت كثير ولا حسب كمان حجمها؟ حسب الحجم هو اكثر شيء. ممكن مرات لوحات صغيره تاخذ وقت اكثر حسب التفاصيل الموجوده باللوحه. صحيح. الحلو بالموضوع اللي هي المواد اللي انت مستخدمينها، يعني هلا نحن هذا خشب هاد ما بعرف بيسموه بوكسي او بلكسي او شيء مزبوط. أي. خلينا نحكي اكثر عن الماتيريال. هلا هاي الخشب انا ساكبه صب الوان اكريليك فوق حاطه طبقه ريزن وبعدين يعني على خشب اللونيه طبعا كثير حلوه. وقديش كمان هلا في كثير ناس بتعاني انه بتجيب ساعه حلوه بعد فتره مع عوامل التنظيف والغبره ببلش تنتزع. هلا هي الريزين حلاوته ماده صلبه تماما عم يعملوا لنا ارضيات يعني فهي بتضل عمل بتنمسح ما بتاثر ولا العقارب ولا اي شيء بياثر فيها. مزبوط اكيد. طيب خلينا نحكي اليوم كل حدا حابب يعمل مشروعه الخاص من الشباب والصبايا، يعني نشوف بالاونه الاخيره كثير هيك شباب نعتز ونفتخر فيهم عم يعملوا مشاريع خاصه. السوشيال ميديا اليوم قديش بتلعب بالتسويق لشغلكم؟ قديش في لها جوانب ايجابيه ممكن تستغلوها؟ لانه صعب اليوم مع التكلفه الماديه يكون حدا له مكتب ونحن بحصار اقتصادي، يعني حتى اذا بدك تسوقي لحالك خارج القطر فالموضوع متعب. صح. اليوم فالسوشيال ميديا قديش بتلعب دور للتسويق بشغلكم؟ كيف كانت الاصداء اذا بلشت الناس تتواصل معكم من خارج البلد لتشوف الشغل؟ لا السوشيال ميديا يعني هي حلاوتها الايجابيه فيها انه بتسهل عمليه مثل ما تفضلتي انه نحن الحصار اللي صاير علينا زائد موضوع الصعوبات والعقبات اللي عم نواجهها. يعني السوشيال ميديا بتختصر شوط كبير انه نحن نوصل للناس اللي بدنا نستهدفها. تمام. هلا الشيء الايجابي كمان فيها انه نحن عم نلاقي الفيدباك القوي الايجابي انه نكمل بهذا الشغل وبهالهوايه. الشغل كثير عم يعجب العالم اللي عم تشوف، يعني المتابعين للصفحات مثلا او على السوشيال ميديا كله عم يعجبوا الفن وعم يعني في دعم ايجابي ولو ما كان انه بيع او شيء، بس انه الفكره ولو كلمه واحده حلوه هي تحفيزيه بتخلي الواحد يتحفز انه يكمل بهذا الشيء. اراء الناس قديش بتحفزك فرح؟ رده فعلهم على شغلك قد ايه كثير؟ هلا انا دافع اليوم كثير الحمد لله، يعني كلمه منيحه كثير بتلعب دور. اكيد. خلينا نحكي اليوم كوزي هوم اسم الناس بس تسمعه بتعرف ان هو فورا لتصميم التفاصيل الداخليه ضمن المنزل، ما عم تفكروا توسعوه اكثر وانه مثلا ما يكون فقط للبيوت، ممكن يكون للمكاتب للشركات طبعاً. ممكن بما انه نحن عم نحكي عن العماره والفنون الجميله فممكن نصير بعد فتره نصمم هويات بصريه احيانا من هي التفاصيل تكون كي. مختلفه يعني. هلا انا بالفعل يعني بالاصل انا في لوحات مثلا لمراكز تجميل مكاتب لشركات، يعني هذا الشيء اكيد يعني في ناس ممكن تقول انا بدي تصمموا لي شيء اللي خاص فيني ما طبعاً. موجود عند حدا يكون هويه بصريه خاصه فيني حي في شيء، يعني اي شيء ممكن يحط بحيز داخلي يعمل ديكور. حتى في مرات مثلا بنروح على بيوت او مكاتب، في مكتب من المكاتب كان ميت، يعني انا بعتبره كمهندس معماري فعملنا له اعاده احياء بشكل معين صار فيه روح. طيب خلينا نحكي بالمستقبل لوين حابين توصلوا بمشروعكم؟ قديش يعني فعليا حابين توصلوا لاكبر عدد من الناس؟ حابين توصلوا لخارج القطر؟ اكيد في طموح، في خطط حاطينها بالمستقبل. اكيد. لا نحن توجهنا ان شاء الله يعني انه نصير يعني نورجي نطلع لوحاتنا لكل العالم، نورجي انه السوريين قادرين رغم الصعوبات والتحديات اللي عم نواجهها انه نحن قادرين نتميز وقادرين يعني نعطي لمستنا باي مكان بالعالم بالنهايه. فرح شو حابه تحكي بالختام؟ كمان حابه توصلي مشروعك؟ حابه يكون عندك معارض؟ حابه اكيد ان شاء الله. يعني بنحب نوصل لبرا
يكون شغل اوسع وهيك. ان شاء الله اكيد نتمنى لكم التوفيق. بالختام نحن دائما بنعتز ونفتخر بكل الشباب السوري اليوم الواعد اللي عنده مواهب عم يستثمرها وطاقات عم يستثمرها بالطريقه الصح وعم يكون له مشروع الخاص اليوم. شكرا كثير لكم. اكيد بدنا نتشكركم على وجودكم معنا ونتمنى لكم التوفيق. وكوزي هوم يكون من المشاريع اللي فعلا تعمل بصمه بعالم التصميم الداخلي والديكور. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم.